طيب المادة دي مادة ديب ليرنينج، تعلم عميق. تمام، تعلم عميق معنى ذلك انه بالعادة بده يكون في عندي ديب نيورال نتورك. ما دام بده يكون في عندي ديب نيورال نتورك بدي افهم بالاساس ان النيورال نتورك كيف بتشتغل. تمام، ف يعني الاساس في الموضوع انه هي كيف تشتغل وكيف انه احنا توصلنا للمعادلات هذه اللي احنا بنستخدمها في البرمجه، في خوارزميه ايجاد افضل الويتس اللي بدها تكون موجوده على النتورك. بدنا نبدا من التدريج، بدينا بالباينري كلاسيفيكيشن. تمام، في الباينري كلاسيفيكيشن حكينا انه انا في عندي تو كلاسز وبدي استخدم خوارزميه اللوجيستيك ريجريشن، وشفنا كيف ايش هي النوتيشن اللي انا مطلوبه مني، ومعادله اللوجيستيك ريجريشن معروفه بالنسبه لي اللي هي دبليو تي مضروبه في اكس زائد بي. بدي اطبق عليها الاكتيفيشن فانكشن السيجمويد عشان يطلع انا عندي البريدكتد اوتبوت. شفنا كيف شكل هذه الشغله. الان احنا بدنا نستفيد من هذا الاشتقاق اللي احنا عملناه، وهذه الطريقه اللي احنا عملناها قد طريقه استخدام الجريديان ديسنت في ايجاد افضل قيم للدبليو والبي اللي بتؤدي لاقل ايرور، بدنا نستخدمها هي نفسها ونطبقها على النيورال نتورك. فبالتالي هذا مدخل للنيورال نتورك كيف انه هي بتشتغل. بعد ما نفهم انه كيف النيورال نتورك انه هي بتشتغل، بدنا نبدا نحكي على الديب نيورال نتورك، انه وقتيش بقول على الشبكه انه هي ديب، انه بعد كم من طبقه بقدر اقول انه الشبكه عميقه صارت. بعدين نبدا نحكي على اركتكتشر مختلفه للشبكه، زي يعني طرق التوصيلات، انه زي السي ان ان او الار ان ان يعني بالضبط. وقبل هذا كله بدنا نحكي على الامبروفينج او تحسين النيورال نتورك. في انا عندي شغلات كثيره انه ممكن انا اسويها في التحسين. تمام، فبالتالي احنا المطلوب منا انه احنا نفهم النيورال نتورك كيف بتشتغل، بغرض لما انا بدي افكر في تحسين معين اعرف التحسين وين ممكن يكون. اذا انا عرفت انه هي كيف تشتغل بعرف انه التحسين وين ممكن يكون، او انه كيف اركب هاي مع هاي. تمام، ف بدينا نحكي على اللوجيستيك ريجريشن. طبعا شو صلة اللوجيستيك ريجريشن في الديب ليرنينج؟ بس مجرد انه احنا بدنا نستخدمه يعني كانترودكشن كيف بدنا نطبق الجريديانت ديسنت الجوريثم، هو اللي هو عباره عن سيرش الجوريثم اوبتمايزيشن الجوريثم، بده يوجد افضل قيم للدبليو والبي، عشان بعد ما نفهمه بدنا نطبق هذا الكلام على النيورال نتورك. تمام، فشفنا ايش النوتيشن انا عندي للوجيستيك ريجريشن، شفنا ايش الجريدينت ديسنت. تمام صحيح، بس انا يعني بحكي انه يعني برجع لك السياق انه جوابا على سؤال انه شو علاقه التفاضل في الديب ليرنينج او هذه الماده عن ايش بالضبط. تمام، فانا بحكي لك انه احنا بنحكي على ديب ليرنينج. ديب ليرنينج يعني شبكات عميقه، شبكات عميقه بدنا نفهم الشبكه كيف او النيورال نتورك كيف انه هي بتشتغل كخوارزميه عشان نفهم وين ممكن نحن نعمل امبروفمنت. مش حطلب منكم اشتقاقات في الامتحان انه اشتقوا لي كذا واعملوا لي كذا، لا هذا الكلام مش مطلوب منكم، بس انه ما دام انا عرفت الخطوات انه انا محتاج الاشتقاق هنا وين ممكن انا اعمل امبروفمنت في الخوارزميه، لانه الجريدينت ديسنت في له اوبتمايزرز ثانيين ممكن انا استخدمها في الجريدينت ديسنت. تمام، فاتفقنا انه هذا الكلام انه الجريدينت ديسنت هو عباره عن خوارزميه تكراريه بدي اعمل ابديت للويت. تمام، ونفس الشيء، فبالتالي انا عندي هذول المعادلتين اساسيتين. ايش هي المعادله هذه؟ انه الدبليو بتساوي الدبليو الفا ناقص الفا، فبدي انقص منها مقدار معين. تمام، هذا عباره عن اشتقاق، هنا انا بحتاج الاشتقاق، وهذا عبارة عن اشتقاق. هذا أنا بشتق دالة السيجمويد بالنسبة ل W، وهذه أنا بشتق تفاضل جزئي بالنسبة ل B، وهيك أنا بصير في أنا عندي الأبديت. ولاحظوا إنه هنا دائما ماينس، معنى ذلك إنه أنا دائما بنقص من الويت. هل هذا الكلام صحيح؟ لا، على حسب، على حسب
مرات انا ممكن، انا عندي التفاضل، التفاضل مش هو السلوب، مرات السلوب ممكن تكون الدالة زي هيك، مرات السلوب يكون موجب هيك اتجاهه، ومرات السلوب يكون هيك اتجاهه سالب. معنى ذلك انه ماينس مع ماينس بصير موجب، معنى ذلك انه مرة ممكن ازود الويت ومرة انقص الويت لغاية لما اصل للاوبتيمال ويت انا عندي في هذه المنطقة. فبالتالي انه يعني بالأساس شو محل التفاضل العلمي للأعراض؟ هو انه احنا محتاجينه في هذه المعادلات تحديدا، هاي وهاي. خلاص احنا عرفنا ان الآية اللي بنستخدمها في اللوب في الريبيت تبع خوارزمية الجريدينت ديسنت، تمام؟ الويت القديم بيساوي الويت الجديد ناقص الفا اللي هو الليرنينج ريت اللي احنا حنحكي عنه فيما بعد بشكل منفصل، ناقص الدلتا اللي هو عباره عن التفاضل تبعه، تمام؟ هنا بدا يحكي عن الاشتقاقات وخلص اوريدي حكينا عنها، تمام؟ صرنا عارفين انه ايش اصل الاشتقاق او انه ايش الفكره تبعته. بعدين حكينا على مفهوم الكمبيوتيشن جراف. كمبيوتيشن الجراف هأستفيد منه بشكل كتير كبير لما أستخدم شبكات أو طبقات، شبكة متعددة الطبقات، تمام؟ فبالتالي إنه هنا ضربنا مثال إنه أنا في عندي مجموعة من الباراميترز، إنه هذا عشان أنا أحسب الـ J بتساوي 3 V. طب قيمة الـ V عشان أجيبها إيش بحتاج؟ هاي بدي أرجع هنا الـ A والـ U، تمام؟ الـ A هيها موجودة ولكن الـ U أنا بحتاجها وين؟ بدي أرجع، بدي أرجع هنا، تمام؟ فهذا الكلام جبناه إنه أنا بدي أستخدم حاجة اسمها قاعدة الـ Chain Rule، تمام؟ الـ Chain Derivative، إنه بدي أعمل تفاضل على شكل سلسلة. شو المفهوم تبعه؟ رياضيا المفهوم تبعه رياضيا انه انا بقدرش اطلع دي جي على دي اي مباشره. ايش بروح بسوي؟ بستخدم قاعده السلسله دي جي، بفاضل بالنسبه لفي وبعدين بجيب دي في بالنسبه لدي اي، فبالتالي وكانه انا بجيب ايش؟ دي جي على دي اي، فبالتالي انه بجيب التفاضل تبعها. فبالتالي باستخدام الكمبيوتيشن جراف بقدر اطلع التفاضل اللي انا بدي اياه، وهذا الكلام احنا حيفيدنا برضه لما تكون انا عندي الشبكه موجوده انه كعدة طبقات، بس احنا هنا بنطبقها على اللوجيستيك ريجريشن، واللي الخوارزميه اللوجيستيك ريجريشن على ايش بتعتمد؟ على معادله، تمام؟ ايش هي المعادله؟ دبليو دبليو تي W ترانسبوز مضروبة في الإكس زائد B، تمام؟ هيو هذا الكلام طبقه، يعني إنه إحنا بعد ما أخذنا المثال هذا إنه شفنا كيف بدنا نطبقه في الديريفاتيف، إجينا بالنسبة ل بدنا نطبق هذا الكلام على اللوجيستيك ريجريشن جريديانت ديسنت. الجريديانت ديسنت بدنا نطبق عليه مفهوم الكمبيوتيشن جراف، بدي أجيب التفاضل. معنى ذلك إنه هنا أنا محتاج أجيب القيمة هذه، طب عشان أجيب القيمة هذه إيش محتاج؟ تمام؟ بحتاج إنه أنا أحسب الـ A، الـ A كيف بدي أحسبها؟ هاي، تمام؟ طب هنا أنا محتاج الـ Z عشان أطبق معادلة السيجمويد، محتاج الـ Z، الـ Z وين معادلتها؟ هاي، والـ Z عشان أنا أحسبها إيش محتاج؟ X1، W1، X2، W2 وهكذا، تمام؟ هنا إجا طبق معادلة الـ Chain Rule. طبعا هنا تفاضل، تفاضل يعني سيجمويد، السيجمويد انا بذكركم في المعادله تبعتها 1 على 1 زائد اي مرفوع على القوه ماينس زي، تمام؟ فبالتالي لما اجي انا اعمل تفاضل، تمام؟ اللي هو دي زي، هنا انا بدي اعمل تفاضل، تفاضل بالنسبه لدي زي، تمام؟ هنا انا عندي اي بتساوي ايش بدي اعمل؟ بدي اعمل تفاضل بالنسبه دي اي، تمام؟ واللي هي عبارة عن تفاضل اللوس اللي هو هذا هيو، تمام؟ بالنسبة لدي اي، يبقى دي اي هي تفاضل اللوس بالنسبة لدي اي واللي هي نفسها دي اي. هنا هعمل تفاضل لمين؟ دي زي، واللي حتساوي ايش؟ تفاضل اللوس بالنسبة لدي زي،
واللي حتساوي تفاضل اللوس بعطيها اي واي بالنسبه لدي زي، نفس التيرمز هذول كلهم. فقلت هذا التفاضل تبعه كله حسب ما احنا درسنا في التفاضل، خلاص كل داله معروف التفاضل تبعها، هذا خلاص بيطلع التفاضل تبعه اي ماينس واي، خلاص خلصنا تمام. وهنا هذا الترم اللي هو تفاضل دي اي، ايش التفاضل تبعه؟ التفاضل تبعه ماينس واي على اي زائد واحد ماينس واي على واحد ماينس اي. خلاص بدنا ندور الان كيف انه هو ايش التفاضل، خلص درسنا التفاضل خلصنا منه، واضح تمام. فبطلع انا عندي في النهايه انه باستخدام الكمبيوتيشن جراف قدرت انه انا اطلع W1 و W2 و B تمام. كيف بدي اعملهم ابديت؟ لاحظوا انه هنا ايش بحتاج؟ بحتاج DW1، وهنا ايش بحتاج؟ DW2، وهنا بحتاج DB. هدول وينهم؟ هي جبنا التفاضل تبعهم اللي هو X1 في DZ. X1 وين هذا؟ من وين بيجيني؟ مدخل من البيانات، من الداتا سيت تبعتي. والدي زي جبنا التفاضل تبعها، مش هذه هي قيمة التفاضل؟ خلاص صار انا عندي كل حاجة صارت جاهزة، بضل انه انا اعمل ايش؟ كومبيوتيشن، عشان هيك هذا اسمه كومبيوتيشن جراف. وهنا دي دبليو 2 ايش بيساوي؟ اكس ضرب دي زي، عشان هيك احنا احتاجنا نطلع تفاضل الدي زي، وعشان انا اطلعه بحتاج تفاضل الدي اي تمام. فهذا هو فكرة الكمبيوتيشن جراف تمام. طبعا هنا بس عمم الكلام هذا على ام اكزامبلز. كيف التعميم؟ تعميم بسيط جدا، حط سوبر سكريبت وبنحطه بين قوسين، خلاص خلصنا من الموضوع تمام. بس انا بدي ابسط لكم المعلومه، يعني ابسط ما يمكن، انه انتم شايفين الامور انه معقده، ولكن انه الامر بسيط للغايه. احنا شفنا هذا الكلام كيف انه احنا نعمله تمام، لا اكزامبل معين كيف نعمله، لا ام اكزامبل، بس احنا ممكن نعمم الموضوع انه احنا نضيف السوبر سكريبت. حتلاقوا هنا نفس المعادلات، بس ايش ضايف عليها؟ سوبر سكريبت فوق اللي هو بيدل على الاندكس تبع التريننج اكزامبل تمام. هنا اللوجيستيك ريجريشن بدي اشوف الخوارزميه تبعته كيف. في انا عندي هنا نستد فور لوب، حكينا هذا الكلام المحاضره الماضيه تمام. فعندي فور هنا وفي عندي فور هنا، اذا كان انا عندي المدخلات اكثر. احنا حكينا انه احنا بدنا نستخدم الفيكتورايزيشن. فيكتورايزيشن حكينا انه هذه في عصر الديب ليرنينج هذه شغله ماست تو هاف، يعني شغله انه ماست هاف. اما في عصر ما قبل الديب ليرنينج نايس تو هاف. كيف؟ كانت انه فور وما كانتش انا عندي حجم البيانات كتير كبير تمام. كان الاشي انه هو متاح انه انا استخدم فيكتورايزيشن، ولكن الامبلمنتيشن المكتبات اللي الموجوده في ذلك الوقت ما قبل 2010 ما كانش استخدمت الفيكتورايزيشن، كانت تستخدم نستد لوب تمام. في عصر الديب ليرنينج بعد ما صار في استخدام اكثر او تركيز اكثر على الديب ليرنينج، وبعد ما كبرت كثره البيانات صار في حاجه ملحه جدا انه نستخدم الفيكتورايزيشن. استخدام الفيكتورايزيشن بصير انا عندي في الكود زي ما شفنا هنا انه مكتبه النمباي بصير انه في سنجل لاين اوف كود، بدل ما انا اعمل بتجنب انه انا استخدم الفور بستخدم هذا الكلام في سنجل لاين اوف كود، وعندها امكانيه نستخدم السي بي يو والجي بي يو تمام. هذا انه هنا بشرح او بستسهب اكثر في موضوع، يعني هنا انا عندي نستد فور لوب، هنا هذا الكلام كله عمله في سطر واحد، يعني انه اوبتيمال بشكل كثير كبير. وهنا برضو امثله اضافيه على موضوع الفيكتورايزيشن تمام. بعد ما شفنا موضوع الفيكتورايزيشن، شفنا ان الفيكتورايزيشن هنا في الديب ليرنينج، ليش نحكي على الفيكتورايزيشن؟ حكينا انه حاجه ملحه في الديب ليرنينج بالضبط، عشان انه نسرع الحسابات، نستغل الحسابات بشكل اسرع. فما دام انه هي حاجه ملحه بدنا نشوف كيف اللوجيستيك ريجريشن بدنا نعمل له فيكتورايزيشن. كيف بدنا نعمل له فيكتورايزيشن؟ تمام، هذا الاكزامبل الاول الاندكس تبعه واحد، هذا الاكزامبل الثاني، هذا الاكزامبل الثالث، كل واحد فيه له معادلات صح؟ ملاحظين السوبر سكريبت الموجود فوق؟
تمام. ايش المعادلات؟ انا عندي الزي والاي، تمام. الزي ايش معادلتها؟ دبليو تي اكس زائد البي، هنا كلهم نفس المعادلات، تمام. ولكن انه انا بفرق، انا عندي هنا انه لكل تريننج اكزامبل هجيت الاكس، احنا اتفقنا في النوتيشن في السلايد السابقه انه احنا حطيناها في ماتريكس، شفنا كيف نعملها، فيش فيها مشكله، تمام. تمام، ايش عشان اعمل فيكتورايزيشن للوجيستيك ريجريشن لام اكزامبل، بس مجرد ان انا احط كل القيم هذه لام اكزامبل، احطها وين؟ احطها في فيكتور او احطها في ماتريكس، خلص خلصت. في اللحظه اللي بحط فيها كل القيم هذه في فيكتور، خلاص بديها للنمباي، النمباي بتسوي الشغل هذا كله في خطوه واحده. فهنا عشان هيك انا ايش سويت؟ عرفت زي كبيره ايش بتساوي؟ زي واحد، زي اثنين، زي ثلاثه، تمام؟ اللي هي عباره عن اللي هو عباره عن اللي هو حاصل ضرب الانبوت في الويت زائد البي، تمام. المعادله هذه الزي، لاحظوا انه هنا الاندكس اللي فوق اللي هو سوبر سكريبت، معنى ذلك انه هذا ناتج الزي لاول اكزامبل، هذا ناتج الزي لثاني اكزامبل، وهكذا. طب والبي برضه بحطها في فيكتور بهذا الشكل، ايش الدايمنشن تبعه؟ واحد في ام، تمام. كيف؟ هو كيف مختلف يعني؟ لا البي هيو هنا في شيء له شو اسمه اندكس، يعني انه في شيء له يعني اندكس، هنا البي ثابته، بس انا عندي بالضبط صحيح. يعني مع انه يعني هذه الشغله يعني انا ممكن استعين عنها انه هاي خلص انه هي نفسها هاي، تمام. لانه احنا درسنا سابقا هذا الكلام، مر علينا هنا في سلايد، كيف في الفيكتورايزيشن، في الفيكتورايزيشن لما احنا شفنا تفاصيل اكثر في الفيكتورايزيشن، شفنا قاعده هنا فيكتورايزيشن مور اكزامبلز، في عندي هذا المثال، هذا المثال حتيجي بعد هيك. هيو هنا هي، يعني هنا لما يكون مثلا عندي فيكتور بضيف له قيمة ثابتة، تمام، الفيكتور هذا عبارة عن عمود، حيصير انه حيضيف القيمة هذه للعنصر الأول والثاني والثالث، وإذا كان صف برضه حيعمل نفس الفكرة، تمام. فهذه ممكن تكون عبارة عن فيكتور، يعني وكأنه انه هذه فيكتور مكونة من 100 100 100، اوكي. هي حطت لي هذا الكلام انه هنا يعني بيسوي هذا الكلام، هو لحاله بيسوي هذا الكلام، يعني هنا بدل 100 هذه هيو فرضها هنا بهذا الشكل، تمام. طيب والايه نفسها، بس لاحظي هنا انه بي هنا في شيء لها سوبر سكريبت، بي 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 هي نفسها كررها، زي ما كرر هنا، زي ما انت شايفه عندك في هذا السلايد، زي ما كرر هنا ال 100 100 100 100. خلصنا من الزي، تمام. الاكس موجوده انا عندي جاهزه، الاي برضه بحطها في فيكتور، فبالتالي انه هذا الاي اللي هو قيمه البريدكشن لاول انستانس، لا للتريننج اكزامبل الاول، هذا الثاني، هذا الثالث، وهكذا، تمام. فبالتالي خلاص بقدر انه اطبق الفيكتورايزيشن، ما دام انا حطيت هذا الكلام كله في ماتريسيز، خلاص بقدر اطبق الفيكتورايزيشن.
طبعا هنا تكملة في الموضوع، هنا بده يطبق عليه اللي هو الكمبيوتيشن جراف. ما دام في انا عندي كمبيوتيشن جراف، ايش بده يكون في عندي؟ بده يكون في عندي تفاضل. مش كان في عندي ماتريكس للاي، مش في كا عفوا مش كان في عندي فيكتور للاي وفيكتور للزي؟ ايوه، بقدر اجيب من الفيكتور هذا الدي زي، بقدر وكأنه بعمل انه دي زي لكل واحد من هدول، صح؟ وكأنه بحطهم في فيكتور. فعشان هيك انا عندي هنا هي الدي زي الكبيرة ايش بتساوي؟ دي زي واحد، دي زي اثنين، دي زي ثلاثة الى اخره. تمام؟ قديش مقدار التفاضل؟ دي زي قديش مقدارها؟ لازم تكون فاميليار مع هذه الشغلات، احنا اوريدي شفنا هذه الشغلة لما شفنا الكمبيوتيشن جراف. لما شفنا الكمبيوتيشن جراف حكينا انه الدي زي التفاضل تبعها اللي هو اي ماينس واي، تمام؟ والدي اي ايش التفاضل تبعها؟ ماينس واي على اي على زائد واحد ماينس واي على واحد ماينس اي. فبالتالي الدي زي هذه بنحتاجها كثير في السيجمويد تحديدا. شو التفاضل تبعها؟ اي ماينس واي. كيف طلع؟ تفاضل، تمام؟ عشان هيك هنا لما تشوفوا انه دي زي واحد هذه من ايش مكونة؟ اي واحد ناقص واي واحد، دي زي اثنين اي اثنين واي اثنين، تمام؟ يبقى هنا تكملة لموضوع الفيكتورايزيشن في هذا الموضوع. معنى ذلك انه انا في الفيكتورايزيشن انه الدي بي ايش بتساوي؟ واحد على ام ان بي سم دي زي. ليش؟ ليش؟ لانه هنا لو بدي ارجع للكمبيوتيشن جراف اللي احنا طلعناه، وين الكمبيوتيشن جراف؟ هي مش احنا اتفقنا انه دي دبليو واحد ايش بتساوي؟ اكس واحد دي زي. دي دبليو اثنين ايش بتساوي؟ اكس اثنين دي زي. لازم اكون فاميليار مع هذه المعادلات من الان فصاعدا. دي بي ايش بتساوي؟ دي زي. معنى ذلك هنا ايش محتاج؟ انه الدي بي ايش بتساوي؟ بدي اجيب السميشن تبعها. عشان هيك ان بي دوت سم دي زي، لانه الدي بي المعادله تبعتها ايش بتساوي؟ بتساوي الدي زي. اوكي، طيب الدي دبليو، دبليو هنا عباره عن ايش؟ ماتريكس مكونه من دبليو واحد ودبليو اثنين. ايش بتساوي؟ معادلة الدي دبليو، بديش اطلع فوق اذكركم فيها، ايش هي؟ قولوا لي اياها. بتساوي الاكس مضروبة في دي زي، صح؟ شفناها المعادلة سابقا انه دي دبليو واحد بتساوي اكس واحد في دي زي، ودي دبليو اثنين بتساوي اكس 2 ضرب دي زي، تمام؟ فبالتالي هنا المعادلة أنا عندي خلاص بقدر أستخدم فيكتورايزيشن. فبالتالي هنا واحد على ام اكس الكبيرة، خلاص لأنه أنا حامل هذا الكلام اكس 1 واكس 2 هي محطوط في ماتريكس، فهذا عبارة عن ماتريكس وهذا عبارة عن ماتريكس، تمام؟ والدي زي هي الماتريكس تبعتها، مش هي عبارة عن فيكتور جبناه، فبالتالي حيكون عبارة عن حاصل ضرب ماتريكس في ماتريكس ثانية مكونة من الدي زي، تمام؟ فبطلع أنا عندي هنا بشكل مباشر، تمام؟ هذا الامبلمنتيشن بشكل مفصل باستخدام الفور لوب
وزي ما شايفين هنا ممكن استخدم الفور لوب هنا وممكن استخدم فور لوب هنا. اما الامبلمنتيشن شوفوا كيف مبسط. ايش الامبلمنتيشن؟ انا عندي في اللوجيس في الجريديانت ديسنت الجوريثم، وهذه شغله كثير مهمه، هي اساس الديب ليرنينج، مبنيه على الجريديانت ديسنت الجوريثم. ايش الخوارزميه هذه؟ على ايش مستنده؟ مستنده على تعديل قيم الدبليو والبي. تعديل قيم الدبليو والبي كيف؟ يبقى الدبليو ايش بتساوي؟ دبليو القديمه ناقص الفا دي دبليو، والدي دبليو خلاص شفنا احنا كيف نحسبها، ايش معادلتها؟ اللي هي عباره عن اكس في دي زي، اكس في دي زي، تمام؟ طيب هنا بحتاج احسب الزي، حسبنا الاي، بعدين حسبنا الدي زي. ليش انا حسبت الاي وحسبت الزي؟ لانه معادله الدي زي، تفاضل الدي زي خلاص بدي اكون فاميليار انا معاه. ايش تفاضل الدي زي؟ اي ناقص واي، خلاص هاي الاي هنا وهاي الواي بتكون انه موجوده انا عندي، يعني معطى انا عندي في البيت، تمام؟ ما دام قدرت احسب الدي زي بمعلوميتها، ايش بقدر احسب؟ دي اكس ودي بي، تمام؟ عفوا الدي دبليو والدي بي، هي الدي دبليو وهي الدي بي، خلص خلصت. يبقى الخوارزميه الخطوات تبعتها على ايش بتستند؟ اول حاجه حساب الزي، بعدين حساب الاي، بعدين حساب الدي زي، بعدين من حساب الدي زي بقدر احسب الدي دبليو والدي بي. ما دام حسبت الدي دبليو والدي بي خلاص هي اللي انا بدي استخدمها في الابديت. هيك وضحت الخوارزميه؟ واضحه خوارزميه نحسب الزي بعدين نحسب الاي. ليش انا بحسب الزي والاي؟ لانه انا محتاجهم، تمام؟ عشان محتاجهم في معادله الدي زي. بالضبط، حسبنا الدي زي بمعلوميتها بقدر احسب الدي دبليو والدي بي، خلصنا. هذا هو الجريديان ديسنت الجوريثم، بسيط، بعمل هذه الشغله بشكل تكراري، تمام؟ افضل قيمه للدبليو والبي اللي بتخلي انه الايرور اقل ما يمكن، بتخلي بتجيب قيمه الاي اللي بتؤدي لاقل ايرور، تمام؟ هنا مستسهب اكثر في البايثون، انه يعني على سبيل المثال في عندي هذه الماتريكس، تمام؟ في الفيكتورايزيشن طبعا بطبيعه الحال، يعني انا ممكن انه اعمل عمليات بالنمباي بشكل مبسط، معنى ذلك انه على سبيل المثال ممكن انا اجيب الكالوريز على مستوى الصفوف او على مستوى الاعمده. فانا عندي هنا الماتريكس هذه A دوت سم وبديله الاكسس بتساوي صفر، تمام؟ فهذا الكلام موجود انتوا عندكم هنا، خليني ارجع لكم احط لكم محاضره او ملف باوربوينت. النمباي هي يعني البانداز تستخدم النمباي بشكل كتير مكثف في الباك اند، تمام؟ ف مكتبه النمباي واللي هي عباره عن نيوميريكال اناليسيس باستخدام البايثون، تمام؟ ايش بتتعامل؟ بتتعامل مع الري. انا عندي في البايثون العادي انا عندي حاجه اسمها ليست، لكن في النمباي انا عندي الري، ممكن تكون 1 دايمنشن ممكن تكون 2 دايمنشنال، هنا بتكون ليست اوف ليست، تمام؟ في الملف هذا ايش حتلاقوا؟ انه كيف استخدم البايثون؟ بعمل امبورت numby as nb، ال nb هنا انا بستخدمه عاده كالياس، اسم مستعار. ايش الاسم المستعار؟ بسهل علي بعد هيك انه انا بدي استدعي اي حاجه جوا مكتبه النمباي، بدل ما اكتب اسمها الطويل numby بكتب nb دوت مباشره. هنا
بنشئ 1 دايمنشنال اري ان بي دوت اري وبعطيها ليست، هنا بنشئ 2 دايمنشنال اري، هنا بنشئ ما فيكتور او اري 1 دي اري كلها اصفار، هنا كلها وحايد، وهنا بعطي له العدد 5، هنا زيروز كلها اصفار وانز وحايد، وهنا عدد العناصر 5. هنا A range بدي له انه نقطة البداية ونقطة النهاية والستيب، يعني بطلب منه انه يبدأ من 2 ويزود كل مرة 4 لغاية ال 18، يبقى هنا 2 زائد 4 6 زائد 4 10 زائد 4 14، تمام؟ 18 ما بتكونش داخلة انا عندي. هنا راندوم بتعطيني راندوم نمبرز، أرقام عشرية بين الصفر والواحد، تمام؟ فينا عندي الراند انت تعطيني أرقام عشوائية بين 2 و7، اللي هي هاي عندي هاي ولو والسايز، بدي 5 عناصر، تمام؟ فبالتالي هنا حتلاقوا إنه بقدر إنه أعمل جنريشن، بقدر أجيب الماكس في خطوة واحدة، هذا الفكتورايزيشن، لأنه في الطريقة العادية لو بدي أجيب الماكس بدي ألف على كل عناصر عشان أحدد الماكس، هنا في خطوة واحدة، تمام؟ نفس الشيء بالمن والمين والسم والستاندرد ديفيشن. اللي انا بدي انوه له هنا على سبيل المثال في هنا عندي 2 دي اري، من ايش مكونه؟ من صفين وثلاث أعمدة، واضح أمامكم؟ تمام؟ أجد بدي أجيب الماكس مين على قيمة؟ 9. طيب الآن لما أجيب هنا أديله أكسس، الأكسس بيكون صفر أو واحد، صفر للكولوم وواحد للرو، معنى ذلك أنه لكل عمود هنا بدي الماكس، هنا أنا عندي ثلاث أعمدة، معنى ذلك أنه هو حيجيب ثلاث قيم، العمود هذا 6 و9 مين الماكس؟ 9. العمود هذا 1 و0 مين الماكس؟ 1. العمود هذا 7 و6 مين الماكس؟ 7. هنا لما ادي له الاكسس بتساوي 1، معنى ذلك ان انا بدي اياه على مستوى الرو، اجيب الماكس على مستوى الرو، هنا بطلع على الصف وين الماكس هنا؟ 7. الصف الثاني 9، ايوه 7 9، تمام؟ فهذا اللي بحاول انه هو يشرح لي اياه هنا، انه انا يعني انتم لما تلاقوا الاكسس هذا خلاص انتم عارفين شو معنى هذا الكلام، اوكي تمام، وبيقدر انه انا اعملها سلايسنج زي ما بيعمل سلايسنج للليست بشكل مباشر، اوكي هذا الكلام اوريدي حكيناه، انه انا لما اضيف مع كونستانت هو فعليا بروح بنشئ فيكتور، تمام، بيعبي مياد والسايز تبعه نفس هذا بالضبط عشان نضيف لكل عنصر من العناصر هذه 100. طيب يعني هذا اوريدي يعني الكلام انه ما فيش فيه اي شغله زياده، بس مجرد انه هنا انه بحكي انه الكوست فانكشن انه قيمه الواي ما دام باينري كلاسيفيكيشن، هذه انه ليش الواي بتساوي 1 والواي بتساوي 0؟ لانه باينري كلاسيفيكيشن بين، انا هكتبها اختصارا هنا بين، لكن انت علمي عليها واكتبي باينري كلاسيفيكيشن، تمام؟ فهاي لما بدي اجي انا احسبها هنا ححسب انه البروبابيلتي تبعت الواي جيفن اكس بتساوي واي هات، اما لما تكون صفر ايش بحسب؟ واي ماينس الواي هات، لانه الناتج تبع اللوجيستيك ريجريشن عباره عن البروبابيلتي، الناتج تبعها عباره عن البروبابيلتي. طبعا هذا هنا عمم هذا الكلام هنا لام اكزامبل، خلاص انه هو ضاف فوق السوبر سكريبت وخلاص، يعني مفيش اي شغله اضافيه، اوكي تمام.